اليوم حسب طلبكم رح نلعب فول جايز، او والله ما بعرف شو اسمها، بس كتبت على جوجل بلاي فول جايز وطلعت لي يعني هذا التعليق اللي طلب. شكرا على تعليقك. يا نبلش اللعبة. اوكي هي مكتوب ران جايز، بس والله ما بعرف. اوكي المفروض انه مثل اللي هو سباق، ف ايوه والله ما بعرف مين انا، بس انا اللي عم نط يعني شنقطع. كل واحد في بدايته يغلط عادي يعني، اتس اوكي. اوكي عم احكي انجليزي اوكي خسرت. انا قلنا انه كل واحد بوليته بيخسر. اوكي نلعب مرة تانية. هاي كانت حماية بس انه بعدين هلا بتشوفوا الجد يعني لموت ما بي... يعني انا بطلع انتو بس لكم اوليتها يعني ما عليكم خلاص. شوفوا بصوا الحركة دي كيف المصري بس. اوكي ايوه نطي كده. ايوه ايه خليني اشوف الرشاقة تبعك. ايوه احم هاي الدنيا مسكرة بوشي بكل النواحي يعني حتى باللعبة. اوكي فزت. تقولوا اني خسرت على اخر شيء؟ يا والله يمكن اعتقد اني خسرت على اخر شيء. والله شكلي خسرت على اخر شيء يعني، رجلي كانت كتير قريبة. حرام عليكم. لا ما بس لا مرحلة جديدة هي يعني ما خسرت يعني. انا ما فهمت انزل على الزهر ولا اطلع على هدول ولا شو اعمل بحالي. حاسس تمو هاي الفول جايز الاصلية صح؟ والله انت شكله انتصب علي. فكرة مساحة تطبيق جدا بحبه مشان نزل هي اللعبة لانه مساحتها كتيرة. طب انا ما لحقت ليه الوقت كله قدي، او ليه اللاعبين سريعين؟ يا انا حمارة يعني سريعين وعلى الاغلب الخيار الاول. دقيقة ما اعتقد اللي ببالي بالكم. والله اعتقد اللي ببالي بالكم لكم 7 الوان. الغبش احتياط احتياط، وآسفة لو كان اللي ببالي بالكم يعني. استغفر الله مرة تانية والله لموت. علي ما علي لموت ما بهمني اللعبة. اوكي الحمد لله متت. انا مشيت لهم اياها مرة، قلت انه يمكن خربط وهيك حطوا هيك شي شغلة. مرة تانية فمتت. ايوه يلا يلا. اوكي هدول لام المدرسة هيك بيساووا فيني، بيضحكلوني دائما بيضحكلوني. بس لازم نبطل صور بالليل، شو رأيكم؟ لاني حرفيا ما بعرف احكي بالليل، بكون نعسانة. مهم يلا. ايوه جد. ايوه لا 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 لا, لا. هذا خرق لأم الفيزياء على أبوه. شوفي أين قوانين الفيزياء؟ وين أنست الفيزياء تشوفني؟ خلص مصري بسرعة. والله شكلها هي مو فول جايز. خلينا نحمل لعبة تانية وارجع لكم. 2000 years later. اوكي يا جماعة حاولت ادور كتير هي اللي كنت بحملها. حملتها اوكي. فدورت فلقيت هاي، حسيت شكلها كيوت وحلو وشخصياتها كيوت ومبينة مثل فول جايز الحقيقية يعني، بعد ما شفت فيديوهات على اليوتيوب عن فول جايز حسيت انه نفسه. وشفت تقييمه لقيته لا يغركم هذا، يمكن جواله منزوع عم بيقول اللعبة ما بتفتح ابدا. مهم فشفت تقييماته يعني مش حالة، فقررت ثبته. يا رب يقولوا لي يا رب ما يقولوا لي امسح تطبيق. اوكي فبستناها تثبت وبرجع لكم. اوكي اعملوا حالكم ما شفتوا شي بال5 دقايق اللي قبل، ورح نرجع نعيد. اوكي
يلا اليوم رح نلعب. لا امزح امزح. يلا يلا نصحح الجدبة اللي صارت قبل شوي ونلعب مثل العالم والناس، ولعبة مثل العالم والناس. كتير حبيت شخصيتك وأكيدك. اوكي المهم يلا نلعب. ما فهمت لأني ما بفهم انجليزي. اوكي بس ثانية اكتشف. هاي جديدة، دقيقة والله جديدة. هاي بفول جايز ول هاي من الكيس صح؟ حسستها من الكيس، حسستها ما لها علاقة بفول جايز أبدا أبدا. أوكي. بس للصراحة بتفيدنا. اوكي فزت بهالبساطة. شكلي فزت. يعني فيني استعمل هاي دائما ولا فيني استعملها بس مرة واحدة بكل الجيم؟ والله ما بعرف. هي جديدة حرفيا، اول مرة بشوف. لا خلاص ما عاد فيني استعملها. اوكي اكتشف بقى الزرار. هاد نط، هاد شو؟ واو وايد كيوت. عم يتدحرج. كيف فيني اتدحرج؟ الله الله، فكرة الدحرج اسرع ما اعتقد. ويل ويل يلا. بحب الطيران. دقيقة ايه هذا؟ اوكي فزت. حلوة حلوة هي اللعبة. اني ما اعتقد انه العلاقة بفول جايز، بس انه حلوة انه على نمطه سوي مابات جديدة فطلعت معن غير فول جايز بس نفسها. اوكي شو هي؟ انا والله عم اكتشف معاكم. يعني انا اول ما حملتها دغري قلت لازم العبها وصحح الجدبة اللي صارت قبل شوي. واو زحليطة. تعرفوا انا طفولتي ما لعبت زحليطة. اوكي طفولة مأساوية. اوكي نكمل نكمل. هذا الجسر. اوكي هذا احظ بده يهر اذا كان بهر. لكو لاني تدحرجت ام قلدوني. شفتوا الحركة؟ حتى انا وبالدحرج بفعل وضعية الهكر. ايوه الطريقة نسكر بوشي. اوكي تمام. ما بعرف شو هذا. انا صرت شبح. ما بعرف شو يعني شبح، بس انا صرت شبح ولا فادني هذا الشيء. لا 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 لك لا لك. لماذا؟ اوكي لك. ليش عم يبطح هذا بالارضي؟ اوكي يلا. ايوه اوكي تعالوا. لا لا تتدحرج، انا بدي اتدحرج. وي غرت يعني منه. ليش عم يتدحرج وانا ما عم... اوكي خسرت. اوكي لقد هريت. اوكي هذا منجم ذهب ولا شو؟ هاي فواكه. الشخصيات وايد كيوت، كتير كيوت. اوكي ما بعرف شو هاد، بس شكله مسابقة. ايوه يلا شدي شدي شدي. ايوه احم. لا ما حدا شاف شي، ما حدا شاف. امشي امشي امشي. يعني انا بطلع من فتحة بنزل في فتحة تاني. في شي اسمه احترام، في شي اسمه اسلوب تعامل. يعني مو هيك تلحشوني. يلا يلا فعل وضعية الهكر. شفتوا وضعية الهكر؟ فزت فزت. لا فزت. Yes. Yes. كنت فكرة اني خسرت اخر ثانية. شو هاي جمجمة؟ ما فهمت شو يعني. ايوه صرت قرصانة. يعني انا بدي ادور على الكنز. والله ما فهمت. في اسهم هون، في سهمين. يعني انا وين روح؟ يلا اليمين درب الغانمين صح. اوكي ايوه شدوا. شدوا الرح. دقيقة والله امزح لك، والله امزح. بعد من عني منك لإله. اوكي تمام. اوكي في عملة هون اخدها. هاي كنت مفكرة ان الصدفة حتسكر علي واعطيكم حكمة ومواعظ انه الطمع ضر ما نفع، بس للأسف ما سكرت علي. انا عم اقولها للأسف يعني. شو صار؟ يعني
من قرصان إلى متسلق جبال عادي. أوكي فزت. يس 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 باي. أوكي أم إلا باي اللي وقعوا يعني. أوكي أيوة الحمد لله ما كان عتمة، لأني والله لو كان عتمة ما بلعبها. أوكي أيوة هلوين هلوين. لا ليش دعست أنا على الإبر؟ أوكي أيوة كوكي. لا أصلا أوكي آسفين تاني مرة رح أحاول أتجنب إني أدوس على الأكل أو شي. أوكي أيوة لا نعم طيب ما بقسه. ليش يعني بأول لعبة بيسلموا يعني من كتر الجماهير الموجودة؟ ايوه ايه يلا على الزحليطة. والله ما بعرف شو هاي دحرجة هنيا. تشكي طاح تشكي طاح تشكي تك 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 تك. لا 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 بنفس الجورة تشكي طاح. هاي العجلة من الشيطان لأنه ايوه اخدته قبل ما اخده. بسرعة على الفنشن ما رح خلي ما رح اخسر على اخر ثانية. الحمد لله فزت. كان 32 لاعب صاروا 16. اوكي شو هاللعب؟ نفسها تبع القرصان؟ لا ما بعرف. اوكي انا ما بحب الصبار، بعدوا عني الصبار اذا سمحتوا يعني. عندي سوابق مع الصبار ما بحبه. لا لا سبحان الله شو شوفي يعني روح على الكنز. ما فهمت يا ريتني رحت على طريق الكنز مو اشرف لي. لا 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 ويل شفتوا حركة الهكر؟ ايوه لا 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 اذا سمحتوا الصبار لون نو 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 نو. فزت تحي رجلتك طلعت برا الجول. انا كل جول برا الفوز. اوكي ماشي اوكي ايوه لا 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 هذا ما اتفقنا عليه ابدا. احم طبعا يا جماعة هون خلص الفيديو. والله مالي مكملة بهاي اللعبة، اول ما اطلع راح امسحها حلو من عني. رح موت وما رح العب هاي اللعبة مرة تانية. والله باي.